فتحت الجلسة. الهيئة في خبر بشع. من مال بشع ومن مال حلو بصراحته. خير بابا، بس بدي توعدوني انه تواجهوا صراحتي بشجاعة بدون تسرع. شو بكون ساكتين؟ ناطرين البابا تيحكي. بس هو ناطر وعد منكم. البابا او انت؟ نيناتنا نوعدكن وانكن توقفوا جنبي مثل ما انا رح اوقف جنبكم، وانو نواجه مشاكلنا متضامنين. بابا احكي بقى، خوفتنا. أكيد بطلت حبه. لا بطلت حبه. تأكدوا أنه من محبتي لألكم ما خبرتكم. وتأكدوا هيدا كان رأيي قبل ما يكون رأي بيكم. كأني شفت بيك. البابا؟ وكان في مرة حده كمان. كمان. يمكن كان معي حق يمكن لا. بس المسؤولية الكبيرة بتوقع علي أنا. المسؤولية بتوقع علينا اثنين. بابا؟ 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 كنت ناطر فرصة تخبركم الحقيقة وهلأ اجت. بكفي بقى. حتى قبل مصالحكم بالبيئة؟ ما بقى يهمنا شيء. اللي سمعناه بكفي. غنوة، وانت كنت عارفة وساكتة؟ من أول ما تجوزنا كان واضح معي. بس ليه ما كان واضح معنا؟ هلأ عم بيوضح. ليه ما وضح من زمان؟ أي متى؟ وقت اللي كنتوا صغار وما بتفهموا شيء؟ ولا وقت صرتوا مراهقين ومش بالكم غير بحالكم؟ أي متى كان الظرف مناسب؟ كل يوم كان في ظرف مناسب. لا، هذه الحقيقة بدها نضوج منكم. إذا هلأ قيمتوا الدنيا وقعدتوها، كيف لو خبركم قبل؟ كنا سكتنا وتقبلناها. لا يا بي، لا، يمكن كنتوا عملتوا هيك وأكتر، ويمكن هالشي كان أثر على مستقبلكم. مين قال لك هلأ ما رح يأثر على مستقبلنا؟ بيكون من إيدك. لا صدقي، منكم ومن تقصيركم. وبشو قصر معك؟ ليه خبيتوا علينا الحقيقة؟ منو مجبور يقلكن شي، وبحياته ما قصر معكن ولا معي. هو حر إذا بخبركن أو لا، واللي مش عاجبه يدبر راسه. أوكي. معقول؟ وليد، هم الحقيقيون أحسن ما يعملوا شي بحالهم. شو بدهم يعملوا يعني؟ اقعد حبيبي، مرات الحنية الزايدة بتضر أكتر ما بتفيد. مزبوط، مع حق مرت عمي، والغنج الزايد أوقات بضر. وانت كيف تبعدك هون يا صار؟ وين بدك ياني روح عمي؟ إلك بالعادة بس تروح مرتك تلحقها. بس انت طلبت نوقف حدك ونحن واقفين. يعني انت مقدر الظرف ومنك متفاجئ مثلهم؟ أنا سمعت عن هذا الموضوع بالشركة. بالشركة عم بيحكوا عن هذا الموضوع؟ مجرد إشاعات. مش إشاعات يا صغار، هاي الحقيقة. غنوة يا حبيبتي روقي، ما بيسوى تعملي بحالك هيك. يا ريتني متت قبل ما سمعت اللي سمعته.
روقي بليز بليز. طبعا مش عارف واحد يكون شوفير تاكسي. عم تتأكدي إذا بيك مجوز عنك؟ أولا البابا مش مصاحب على الماما، وثانيا عامل حسابك أنت حبيبي مش حساب البابا. أكيد غنوة مش عارفة كل شي، واللي عرفته خبرتني إياه. ليه هالأشياء بدها تأثر على علاقتي فيها؟ شو ما كان بيها، لو جوز ثلاثة هذا شو له دخل بعلاقتي فيها؟ طالما بتحبني وبحبها. قلت لك ما راح يتقبلوا الموضوع بهالبساطة. مع الوقت بيتقبلوا الصدمة. ما بيلحقوا يتقبلوا أول صدمة تتجيهم الصدمة الثانية. هون مصيبة. كبر الموضوع بيكبر، صغري بيصغر. فاتن حشت كبة حكي. يا غنوة يا حبيبتي، المصيبة بتبلش كبيرة بترجع بتصغر. المصيبة اللي وقعنا فيها كوم وكذب بيك علينا كوم تاني. تعرفي شو يعني بيك كذب عليك؟ ده هو كذب عني يا سيئة. كم مضطر؟ ما في شي اسمه مضطر. الكذب كذب، كان كل همه حاله. بفكر شو معقول تكون ردة الفعل علينا. شو بنعمل؟ نقتله؟ ننتحر؟ لازم نكون عقد المصيبة. فاتن بليز خلص بقى. هأساسي أنا أختك الكبيرة، لازم أهتم فيك وخاف عليك. بس أنا منهارة. ناهد غنوة ما عم تقبل تاكل وما بدها تحكي حدا. بعرف سميحة بعرف. بالإذن. بيني وبينك قلت له ما تكونوا مجوزين عن نسوانكم هونيك، ان كان انت او عم وليد. هي ولا كان قلت له هيك؟ شو فيها؟ ما هو بيي ودائما بمزح معه هيك. بيني وبينك جهلة الخمسين والستين ولا ابشع من هيك. هيك عمل حاله لوحده بدبي؟ ابدا، سافر على دبي وتعرف على شريكه هونيك وبنوا شركه، رجعوا اجوا على لبنان واسسوا مثل هون والحمد لله بعدهم مستمرين. وأمي كانت أول إنسانة بحياته؟ أسئلته بتحير. معقولي كان عارف شي من بيه وبالصدفة؟ بطلت أعرف شي، ما عم بفهم شي.
ترى بستحق اللي عملته فيه؟ جريمتي اني حبيت شوف اولاد من لحمي ودمي. مع هيدا وكله كنت حافظ لها قيمتها وشايفها ست ولا كل الستات. مع كل اللي عملته معي بعدني بحبها. يا ريت في حدا يوصل لها ويا ريت بتصدق. الو الو معقول يكون هو؟ معقول اذا سمعت صوته اتلبك؟ معقول كان عم بيطلبها؟ وإذا ما كان عم بيطلبها مين كان عم بيطلب؟ وبهالوقت دكتور؟ وليد؟ بكي شي فايقة حبيبتي؟ لا شفتك مش بتدخن خفت يكون بيت شي. لا الحمد لله نرجع بننام. وش كثر بتغيبين عنا؟ تزبط وضع الشركة ولاقي حدا أمين حطه محلي. هذا معناته انك بتطولين وايد. شو بدي اعمل؟ بدك تتحملني؟ ما بقدر اترك الشركه تنهار. اكيد لا. طيب اقدر اساعد في شيء؟ اكيد بس حسيتها تقيله. عفا عليك الغاليه. الغالي يرخص لك. شو تطلبين؟ باخذ سباجيتي على كربونارا. وليد شوفي براسك وليه معند؟ ما بدك تبعت ورقة الطلاق؟ في عندك شي حال؟ فكرك ارجع لها؟ لا لكن رح اتنازل عن كل شي واظهر من الشركة والفيلا والشاليه بسلام. يعني استنفدت كل الحلول؟ التأخير مش لصالحي. حطيت الولاد بالجو؟ صار لازم يتكلوا على حالي. أنا رأيي تسحب أموالك الباقية بالبنك. ليه؟ قبل ما يصير أي اتفاق مع أمل. بالبنك وجيه ما في غير 20,000 دولار. معقول؟ هيدي ومعاشات الموظفين بعد ما اندفعت. شو عم تحكي؟ عرفت شو عملت؟ من بعد ما فضحت وضعي قدامها بغباوة ضربت ضربتها. لوين؟ على البيت. حضر للمرحلة الثانية. قصدك تبغين يمنى معاك؟ بعرف انه يمنى رح تترك فراغ كبير بالشركة بدبي. تكرم عيونك. خلاص خلال يومين ويمنى تكون عندك. ليه خلال يومين؟ يعني بعد اذنك. يعني افكر اني اقعد يومين في بيروت. هذا اذا ما عندك مانع. وبعدين ما اقدر اخلي المكتب بروحه. رح اشوفك بهاليومين؟ اصلا ما رح تشوفين غيري لاني عايش وضعك وحاسس بالضيق اللي انت فيها. يعني الخلاف وقع بيناتهم لما عرفته مجوز وعنده اولاد. صحيح. كرمال هيك كان مخبي عليها تما يأذينا. بس ما كان في داعي يخبي علينا قلنا لأنه ما كنا رح نعمل مثل ما هي عملت. يا جماعة حطوا حالكم محل عمي. هالإنسان يلي ضحى 23 سنة كرمالنا. وانت من وين جبت كل هالأخبار؟ من هدى سكرتيرته كانت متأسرار. صحيح انت قلتي. يعني ما في مجال ترجعون لبعض؟ لا حتى لو انا صلحت بينكم؟ اي صلحة؟ ما انا اللي رافضة. ادري. تعرفيني امل بعد فترة بس يروح الانفعال بتلاقين المشكلة هذه صغرت وذيك الساعة بيكون فات الاوان.
خيي إيهاب. حلوة هذه. مش أنت اللي طلبت هيك؟ وأنا سعيد إني أسمع الكلمة، وعلشان أنا خيك أرجوك كلميني بصراحة. وأنا ما رح أحكي إلا الصراحة. في شي ولاد بيربطونا ببعض؟ مع الأسف لا. شو اللي بيربطنا ببعض؟ الاحترام المتبادل، الوفا، التضحية. دلني على شي معنى إنساني حافظ عليه وليد. طالما كل شي لازم يربطنا ببعض أو يردنا لبعض مش موجود، شو يلي بده يردني لإله؟ الحب. بتقدر الحب بيقدر يعيش وحده بمعزل عن كل هالمعاني السامية؟ ما بنكر إني تعذبت بالأول، يمكن بعدني لهلأ عم بتعذب، بس ما رح خلي قلبي يتحكم فيه. أنا ما أقدر أقول لك غير إن الله يساعدك ويصبرك على اللي أنت فيه. شو بدي خبر الخبر؟ احكيه. بتكون سامع أشياء كتير بالشركة، أو صاير هالأيام عم تخبي. الأيام اللي جاي صعبة. وشو بده يكون في أصعب من هيك؟ شو بيك ما بترد؟ شو عارف وساكت؟ يمكن تأفلس الشركة. كيف؟ وليه بدها تأفلس؟ الموظفين ما قبضوا هالشهر. وإذا الموظفين ما قبضوا هالشهر، يعني الشركة بدها تأفلس؟ عم بيقولوا إنه الست أمل بدها تأفلس عمي. إذا أفلس البابا هونيك المصيبة. كبيت له الفتيشة وأكيد هو لقطه. يعني اليوم بيوصل الخبر لفاتن وغنوة. خالو بك شي؟ لا حبيبتي لا. أنا خايفة ما يصيبك شي. ما تخافي. هلأ من بعد ما توضحت الأمور وانكشف كل شي بلشت ارتاح. بس اللي عم بيصير؟ اللي عم بيصير مش أصعب من السر يلي كنت حامله ل23 سنة. طمن لبالي وطمن بال الماما. صار لي زمان ما شفتها، اشتقت لها. هي كمان اشتقت لك. كان معه حق إيهاب، في حب عمره 25 سنة حبيته بوقت كنت بأمس الحاجة لإنسان. كان إلي كل شي، كل شي، بي والأم والخي والحبيب. حتى لو كان عم يكذب علي كل الوقت، بس هو ربيو بداخلي، شلشوا جواتي. تشيلهم بدي شيل أشياء كتيرة، أولهم سكرتي. مادر وجيه، بدنا نتأكد قبل من كل شيء بيملكه وليد. ست أمل، أكدنا لي كل شيء بيملكه موكلة. بعد في الشقة اللي بتملكها بنته. هيدي ملك صهره وهو دافع حقها. من وين؟ فيك تعملي تحرياتي بتعرفي من وين؟ احكي لك كلمة مادر أجود. سيارته وسيارة مرته. ست أمل كتير هالقد. ليه كتير هالقد؟ أنا بدي أعطيه 3 مليون دولار تحل مشكلته، مش لازم أعرف شو في باسمه من أملاك منقولة وغير منقولة؟ هيدي ما بتصير إلا برفع السرية المصرفية وإلا ظروفها، بس نحن هون قدام اتفاق بالتراضي. كيف بدي أعرف إذا مهرب أموال للخارج؟ لو مهرب أموال مثل ما فكرك كان ما وصلنا لهيك اتفاق، وكان ما أعطيك لا الشركة ولا الفيلا. مظبوط. بدي 3 أيام حتى أدرس الاتفاق. شو علي؟ يكونوا شهر. رؤي أستاذ وجيه. يا خيي ما بقى بدنا هالاتفاق. وشو علي؟ يعطي املاكه للبنك. ايش وكلمتي بتستدعي كل هالكلام؟ ما هي كلمه بتحنن، كلمه بتجنن. انت عارف ماتر اجود انه كان في طرق تانية ممكن نفوت فيها، يمكن نتوفي مع موكله اكثر من هيك، ولكن اخترنا هالطريق نزولا عند رغبه موكله تما نفوت بسين وجيم وتما تروح الاملاك لناس غرب. صحيح. تكون مرتاحه لازم يدفع وليد سعد رواتب للموظفين المكسوره.
من وين بجيب؟ قلت لك ما معه قرش. يدبر حاله، ان شاء الله يبيع صيغته وصيغه مرته. الظاهر حضرتك مصمم يطلعي وليد سعد من الفيلا، هو عائلته بتيابه. كيف ما بدك تفسرها فسرها استاذ وجيه. يا ست امل، استاذ اجود بترجيك، يا بكون مرتاحه يا بلا هالتجره كلها. إذا الأمور بدها توصل لهون بلاها الاتفاق. يا صديقي أنا قلت لك اللي صار بأماني، والقرار قرارك. واضح إنه ما بدها حل، همها تنتقم. من الأساس أنت ونحن عارفين هالشي. بس مش توصل القصة للدق بالكرامات وكسر العنفوان تتقوم كلمتها بس. وليد قديه بتقدر قيمة المبلغ؟ أي مبلغ؟ رواتب الموظفين. مش هون القصة. المرأة كل همها تطلعني بتيابي أنا وعائلتي من هون. قلت لها شيء وأصرت على موقفها. لكن أنا كمان ما بدي هالاتفاق. لا. وليد، نحن مش بموقع فينا نفرض شروط. ما لازم نخلي الانفعال يورطنا بشي ابشع من يلي نحن فيه. انت والمتر عارفين كبير وغطاء. رواتب الموظفين والمكسور علي بيتعدوا $100,000. وانا ما معي بالبنك الا 20,000. تركهم لوقت الحشرة. صيغتي بتغطي المبلغ. لا. ما بقبل جيبي هالسيرة. متر وجيه منه غريب. بعدين كل الأمور صارت على المكشوف. نهد، ما بقبل تبيعي شي هديتك يا. أنا مش بس ببيع صيغتي، بيع حياتي لحتى أنت تكون مرتاح. متر وجيه بترجيك تنهي الاتفاق. أفضل نظهر من هون بتيابنا ونحن مرتاحين البال، أحسن ما نمشي على طريق مش عارفين لوين رح يوصلنا. فينا نحضر اتفاق اليوم ونبعته للسيد وليد تيجي يوقع عليه. استاذ وليد موكلني بكل شيء وفيني وقع محله. لكن القضية هلا انحصرت بكاتب العدل. ما تنسى لي اوراق الطلاق. تفضل حبيبي. هلا صار في تتصرف. نهد، انت مش عم تبيعي صيغة من ذهب وجواهر ثمينة، انت عم تبيعي ذكريات. ما في شيء اغلى من الانسان. الواحد بيموت وبيترك ذكرياته وراه. وهالكم قطعة ذهب والماس مش اغلى من ذكرياتنا. اذا هيك جيبي هالكم غرض من فوق تبعولي، بلكي هول ما كفوا. وليد، كنت دايما تقلي إذا فقرت يا ناهد بتضلك تحبيني. كنت تقولي لي إيه؟ وحياتك كنت جاوبك هيك، لأنه ما كنت أعرف قيمة السؤال. هلا بعدك بتحبيني؟ هلا صرت احبك اكثر، لانه صرت اعرف قيمتك كانت زين. كارثه يا غنوه كارثه. هيدا اللي عنده ما بيعرف يشتغل شيء، وانا ما في بايدي شغله لانه كنا متكلين على البابا. قولي لي شو بده يصير فينا. ماشي اكثر من اللي صار. شو بده يصير؟ انت محيرتيني. لما عرفت انه البابا مجوز على ماما قمت الدنيا وقعدتيها، وهذا المصيبه الثانيه اكبر وانت ساكته. بالعكس، انا بنظري المصيبه الاولى اكبر.
وكيف أكبر هون في بهدلة وضيقة ورامي بالشوارع. هيدي الحالات ما بتخوفني لأنه قادرين نواجهها. وكذبة صغيرة ما قدرت تواجهيها؟ الكذبة اللي بتسميها صغيرة كانت قصمت البيت وكنا خسرنا راحة البال. بس هيدي المصيبة بتجمعنا ما بتفرقنا. غريب، عن جد أنت غريبة. صار لازم نمشي. ما فينا ناخد معنا شيء. بدي اعزبك تطبي لي وراي. فينا نستلم المستندات؟ أكيد. وهذه ورقة الطلاق مشان تطمن. امتى رح يخلو الفيلا؟ هلا هلا كل شيء تمام ست امل. بالوقت اللي نحن عم نوقع بيكون وليد بيك وعيلته عم يخلو الفيلا مع اغراضهم الخفيفه ومستنداتهم. بس شو بيتبنى هالشيء؟ فيك تبعتي حدا يراقب. مش ضروري ست امل، لما بنخلص من هون انا بوصل على الفيلا. يلا يا جماعه، ست امل اعطيني هالشيك اذا بتريدي. نادر، إذا بتريد وقالي بصفتك معك وكالة عن السيد وليد سعد. ضبينا اغراضنا ودعنا الست ناهد والصبايا. يا ريت في احملكم بقلبي واحميكم من غدر الايام، بس العين بصيره واليد قصيره. ما تعتل همنا وليد بيك، تبع صحتك. مطرح ما رح نكون رح نتصل فيكم ونطمن عنكم. الله
خلصتي؟ خلصت. بدنا نمشي. لازم ننسى كل شيء اسمه ماضي. مبروك، تم كل شيء على خير وسلامة. في شيء صاير معك شيء؟ لا ماشي. حضري حالك من بكره تنزلي على الشركة. بتعرفي ملبكة مش عارفة وحدي شو بدي أعمل. جربي أول يوم، إذا احتجتي أي مساعدة أنا ببعث لك شخص اسمه أسعد منعم. طيب. أوكي. رجيكي ما تزيدي هم عمومي. بس كيف بدي اشتغل مع انسانه وصلتك للي وصلت له؟ انا بكرهها وبكره الارض اللي بتمشي عليها. يا خالي وضعنا صعب وانا ما بقى فيي ساعدكم مثل الاول. بعدين امك مريضه وبدها ادويه دايمه. الله بيدبر. شوفي خالي، اذا قبلت تبقيكي بالشركه بقي، بتتكوني دبرتي شغله ثانيه. هلا معك 3-4 أشهر تفتشي. ما بخفي عليك عم فتش كثير منيح، بس ما تطلع منك ولا بتخسري تعويضك. معقول؟ هيدي مرة ما عندها رحمة. اسمعي مني يا خالي وما تتسرعي. بس كيف بدي اشتغل مع هيك مرة؟ على كل حال، من هلأ لتشرف حضرتها على الشركة بيكون الله فرج علينا. على علمك مين رح يدير الشركة بهالوقت؟ تسربت أخبار إنه يمكن رح تبعت رفيقتها يمنى. وتبعت شيخ إيهاب أفضل. بتعرفها خالو؟ بعرفها خالي. ألو، إيه متر أجود؟ أكيد؟ ميرسي. هلا ببعت شوفيري عمر يجيب المفاتيح من عند حضرتك. لا لا، بروح أنا وصديقتي بنتفقدها. كان أحب علي تكون حضرتك موجود معنا بس بتعرف ظروف الطلاق.
متر أجود منك مضطر. خلص أنا ببعت عمر بجيب المفتاح. شكرا على جهودك. أخلو الفيلا. عمر؟ إيه أنا بالشاليه. ليك بتروح عند المتر أجود بتجيب مفتاح الفيلا وسيارة وليد وتجي لهم. لا لا بتجي بسيارة وليد. أوكي باي. مرتاحة؟ بصير مرتاحة أكتر لما يخلصوا 90 يوم وأرجع لحياتي الطبيعية. ما رح ترتاحي إلا إذا لقيتي الشخص اللي بيناسبك وبقدرك. وهيدا الشخص اسمه إيهاب، مش هيك بتقصدي؟ عم تتمسخري. أمل أنا رفيقتك وبدي مصلحتك. إجت الفرصة المناسبة وعي بقى. يمنى بدي أحس حالي إني حرة، ما عاد طايقة شيء اسمه رجال، تعبت. طيب روقي أوكي. معقولة تكون مريضة؟ بس ليه مسكرة تليفونها؟ أمل؟ أمل؟ ما بدك تنزلي؟ مبروك حبيبتي، رجع لك رزقك. الله يبارك فيك. بتحبي تعملي جولة بالفيلا؟ عمر؟ عمر؟ بكي شيء؟ لا يمنى فيك تشوفي لي إذا في شيء بيك مفتوح. Thank you.
برمت الفيلا كلها وما في ولا شباك مفتوح. هون كان يخوني الكلب. أمل حبيبتي ما بقى تقولي كان يخونك، بتضحك الناس عليك. شو بيفهمك انت؟ طيب مثل ما بدك، بس ماشي معي هلا. تركيني، لازم تظهري من هون. تركيني! ما في لزوم تعملي بحالك هيك. خلاص! أمل، لو كنت عارفة هيك بدك تعملي ما كنت جبتك لهون. أمل أمل روحي حبيبتي أمل. أمل حبيبتي، أمل حبيبتي، خلينا نمشي من هون. مشي معي، خلينا نفل من هون. أمل خلينا نفل من هون. مشي معي. خليني سوق عنك. عرضوا كل شيء للبيع، ما بدي شيء بنتره، اطلبي لي تاكسي.